الصوحة الصورة بيك الحلقة جديدة حتى نتعلم أكتر عن يسوع مع بعض منتلاقى بأوقات سعيدة تنلعب ونرنم ونرفع علم يسوع حزوره. ايه حلو حلو. لكن اول شيء بنبلش. هاي كيفك؟ هاي جويس. شو مبين عم تكتب؟ واو شو هيدي الغنيه الحلوه؟ اسمع شو رايك بهالغنية؟ كثير حلوة عن جد. في عنا حفل تخرج بالجامعة وطلبوا مني اعمل لهم غنية هيك للتخرج ولكل الطلاب، فقلت بلش اكتبها من هلا. بس صراحة بعد بدي حدا هيك يرنمها. جوي 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 جوي، أنا كثير كثير بحب أغانيك، وأنت بتعرف هيدا الشيء، ما في شك إنه حلوة. فأنت قلت لي إنه ناقصك إنه حدا يغنيها، ففي أنا غنية؟ يلا يلا سمعنا إياها. شو رأيك تنطري بس تخلص بعد ما خلصت هيانة بعد عم بكتبها، يعني انه بس مطورتها تخلص تنشيل هيك اغاني صراحه بدهم صوت عظيم، بدهم القاء، بدهم مواهب. بتضحكني اوقات. شو قصدك جو يعني انه انا صوتي مش بالمستوى تبع غنيتك؟ يا جويس انه ما تاخديها كثير شخصيه، انه بحب هيك شخص بده يغنيها يكون عنده موهبه. بتعرف جو نهاركم اليوم؟ هاي كيانا كيفك؟ كيانا اليوم نهارنا بالذات مش ماشي حاله ابدا. ليش؟ لانه الريس جوي عم بيقول لي انه صوته مش حلو وما له عازه ابدا ومش بالمستوى تبع غنيته. بتعرف جوي انت واحد صاير كثير متكبر وما بتحسب حساب رفقاتك. ويت اي غنيه؟ غنيه عم بيألفها جوي. في غنية كيانا بس انه جويس انه يعني ما بدها هالقد صراحة، انه غنية عم بألفها اسمعيها بس ما بدها حدا يغنيها او بدها حدا يكتب لها كلماتها. يكتب لها كلماتها؟ انه ايه صراحة بس بعد عند اللحن يعني محتاج حدا يألف لك كلمات. جوي 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 انا كيانا انا مستعدة اكتب لك كلمات. انا صراحة بكتب اشعار كثير حلوة فاكيد في انه اكتب لك الغنية يعني. خلص عم فكر ما بقى اعمل غنية. انه صراحة انا كنت عم نبش هيك اكتر على حدا بيعرف يكتب يعني شاطر بالاشعار وبالكلمات. كيانا صراحة يعني انتو مصرين يعني تعملوا لي اياها، انه يعني تركونا هيك شوي فكر. بركة مثلا اطلب من حدا مهم يكتب لي كلماته. شو قصدك جوي؟ ما بسمح لك ابدا تحكي معي هيك. يا الله على تعرف شو؟ ما بدي احكي معك. كيانا هلا عرفت انك وحده كثير انانيه ومنك رفيقه منك صديق ابدا منيحه. انت كمان جوي؟ انا بدي اقعد لوحدي خلص. اصلا بعرف انكم ابدا ما بتتغيروا. خلص ما تحكوني. كيانا وجوي صراحه انا متفاجئ شوي. بس انه انا كمان نزلت من طريقتكم فلحفل وانتوا شوفوا شو بدكم تعملوا يعني. بس على كل حال غنيه يا ريت تنسوها. اصلا انا كان بدي اقعد لوحدي. احتمالات حزورتنا لليوم يا اصحابي هن مريم ومرتا، زكى العشار، او معجزه السمك.
ناطرين أجوبتكن واتصالاتكن يا أصحابي من خلال الاتصال على الواتساب عبر الرقم 00961715790906 أو من خلال الاتصال على الرقم 00961453134. ناطرين أجوبتكن يا أصحابي حتى تربحوا معنا هدية قيمة بآخر الحلقة. شايفين الدنيا بشكل جديد، ما بدنا بكرة مثل اليوم، بدنا أحلامنا بكرة تصير حقيقة ومش كذبة تكون. شايفين الدنيا بشكل جديد، ما بدنا بكرة مثل اليوم، بدنا أحلامنا بكرة تصير حقيقة ومش كذبة تكون. شايفين الدنيا بشكل جديد، ما بدنا بكرة مثل اليوم، بدنا أحلامنا بكرة تصير حقيقة ومش كذبة تكون. قصة وحزورة. هاي يا حلوين. هاي كمال. شو صاير هون؟ جويس كيانا؟ ايه ما بدها تطلع فيه حتى. يا عم شو بكن؟ شو في؟ حدا يخبرني. كمال صراحة بطل في أصحاب عن جد، كنا رفقة بس في قلك إنه هيدي الصداقة نحن خسرناها. شو عم تحكي جو؟ شو عم تحكي؟ صار في زعل بيناتنا وهلا ما حدا بده بقى يحكي مع التاني. لا لا لا، هيدا الشيء ما بيصير ابدا. انا بعرفكم انتم اصحاب من زمان كثير وانتم اصدقاء حقيقيين، يعني ما بيصير تضلوا هيك زعلانين من بعض. انا رح روح هلا شوي لجوا وبدي ارجع بدي اشوفكم انه صلحتوا. اوكي اوكي كمان نشوف ان شاء الله، يعني اذا هن قبلوا. جايز عن جد انا هلا كنت عم فكر بيني وبين حالي انه انا كمان عندي عادات سيئه، كلنا عنا عادات سيئه، فانا يمكن عادتي انه دغري بزعل ودايما مكبر الامور. فعن جد سوري جايز لاتنيناتكم. بتعرفي جويس، حلو انه نعترف بغلطنا لغيرنا. بتعرفي انا كمان انه عندي عادات ابدا مش حلوه، وهن انه يعني بفكر بحالي قبل ما افكر بغيري وكثير بتصرف بانانيه. انا كمان بدي اعتذر منكم، تتقبلوا اعتذاري؟ اكيد كيانا. جوي شو يعني ناطرين اعتذر منكم؟ اكيد. طيب اوكي، هو الصراحه يعني انا كمان بعرف انه انتوا عندكم مواهب كثير حلوه، وجويس انا كثير كثير بحب لك صوتك، وكيانا انا بعرف انك انت كثير كثير موهوبه بكتابه الاشعار، فانا كمان بدي اعتذر انه كنت شوي متكبر وقررت انه ما خلي حدا منكم يساعدني بالغنيه. بس لما جات فكرت بينه من حالي قلت انه اذا رفقات اللي هنا اقرب شيء لي ما ساعدوني مين بده يساعدني فيها؟ فجايز انا كمان بدي اعتذر منكم، وبعتقد صار وقت نكون عم نعمل غنيه مع بعض. خلينا نبلش. يلا
احتمالات حزورتنا لليوم يا أصحابي هن: مريم ومرتا، زكا العشار، أو معجزة السمك. ناطرين أجوبتكن واتصالاتكن يا أصحابي من خلال الاتصال على الواتساب عبر الرقم 00961715979096 أو من خلال الاتصال على الرقم 00961453134. ناطرين أجوبتكن يا أصحابي حتى تربحوا معنا هدية قيمة بآخر الحلقة. قصة وحزورة. رجعنا معكم يا أصحابنا بحلقة جديدة وحلقة كتير 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 حلوة وكتير حماسية، وعنا مفاجأة. جاهزين تعرفوا مين معنا بالحلقة؟ أشخاص كتير كتير سبيشل ومنحبهم كتير. 3 2 1 جايز، أهلا وسهلا فيكم بقصة حزورة. ما بيعرف معنا كارل ونيومي وسارة من أروع صديق. تعالوا تعالوا قعدوا حدنا، تعالوا قعدوا حدنا. أهلا وسهلا فيكم. هاي، كيفكم اليوم؟ ناح ناح. شو رايكم هيك تعرفونا على السريع كل واحد اسمه كرمال لأصحابنا الأول مرة عم بيحضروكم يعرفوا أنتم مين؟ أنا اسمي كارل. قد عمرك يا كارل؟ 13. أنا اسمي نيومي وعمري 11. وعمري 11 سنة. نيومي، أنت يا سارة؟ اسمي سارة. عن جد اسمك سارة؟ وعمري 10 سنين. أنا اسمي جويس وعمري 12 سنة. أنا اسمي كيانا وعمري 13 سنة. اهلا وسهلا فيكم، انا اسمي جوي. وعندكم فكره ليه اصحابنا من اروع صديق معنا؟ لانه اليوم عيد سات سفن كيدز 11، سوري كان امبارح، بس اليوم عم نحتفل بعيدهم. حابين نقول لكل سات سفن كيدز ولكل فريق سات سفن كيدز وكل اصحابنا بسات سفن كيدز، ينعاد عليكم كثير. نحن كثير كثير بنحبكم، وفعلا حابين نشكر الرب على 11 سنه من انه الرب عم يستخدم هيدا المحطه تغير حياه كثير كثير اطفال ويوصل رساله المحبه لهم. فكنا هيك جينا نعيد مع اصحابنا، وهلا خلينا نشوف البرومو تبع اروع صديق لنتعرف عليه من اكثر. يلا ماما ليه له
شو بدي اقول له؟ افرحوا ابتعشوا. سارة بليز غلا. شو هانا يومي؟ ما في شي ما في مخلوق مخبى عن الله، كل شي عريان ومكشوف امام الله. هلا عرفنا ليه الله حط كل هالقوانين. من يخضع للقوانين هو ابن ابن حكيم. سارة ممكن تقعدين محليك على المرجوحة بليز؟ يا عم يحكي معي؟ تأكد يا جويس تليفون محطوط سبيكر كرمال. هاي شو الاسم بس معنا؟ يوم كلكم مجموعين مثلنا مثل جماعتنا باستديو. ايتن بس. هاي ايتن شو عيدك بالصورة مبين؟ هابي بيرثدي ايتن. شفتي مين معنا؟ معنا سارة ونيومي وكارل من أربع صديق. بتحبي تسلمي عليهم؟ قول له هاي. قولوا له هاي. عرفتي المفاجأة اللي عنا إياها؟ معنا سارة ونيومي وكارل من أربع صديق. شو رأيكم كلنا نقول له هاي؟ بركي مش عم تسمع. هاي! عندي سؤال لك. شو في شي عادة سيئة اشتغلت عليها مع الوقت وهي راحت هيدي العادة؟ شو كانت العادة؟ اوكي واو كثير حلوة صراحتك. ثانك يو. طب شو قولك هلا الاحتمال الصحيح لحزرتنا؟ تكل على الصور. رح نشوف إذا الجواب صحيح بآخر الحلقة. دلك عم تتابعينا. باي. بدنا نذكر أصحابنا على السريع كثير باحتمالاتنا. أول احتمال هو قصة مريم ومارتا. لما مارتا انشغلت بتحضير الأكل بس يسوع إجا لعندهم. صح بس يسوع إجا لعندهم هي انعجقت كثير بس مريم قعدت عند إجان يسوع. ثاني قصة هي قصة زكا العشار لما زكا عربش على الشجرة وكان بده يشوف يسوع وهو كان هيك كثير قصير. تالت قصة هي معجزة السمك وقتها كان في خمس خبزات وسمكتين والرب حولهم وأطعم الجميع. هول هن الاحتمالات يا أصحابنا. لو أنتوا أول مرة بتتابعوا برنامجنا اتصلوا فينا وكتير نحب نكون عم نحكي معكم. وإذا أنتوا حضرتوا الاحتمال الصحيح اللي عم نحكي فيه عن هيدي بهيدي الحلقة أنتوا بتكونوا الرابحين معنا. طيب وهلأ أنا كتير كتير محمس إنه نكون عم تعرف أكثر على كارل ونيومي وسارة. نيومي رح كون عم بسألك أول سؤال وهيك بهول الاسئله بتكون انت مثل عم تعلم منك بنفس الوقت كل اصحابنا عم يحضروك عم يتعلموا منك لانه احنا بنعرف انه انت عندك كثير كثير اشياء حلوه تشاركينا فيها. قد ايه كان عمرك نومي بس بلشت تغني؟ صراحه ما بعرف يعني بس يمكن كنت شي 2-3. انا بقول 1.5. فينا نستعين بالصديق كمال. قد ايه كان عمر بنوتك لما بلشت تغني؟ هلا هي خلقت عم تغني. بس امتين بركيك اول مره لاحظته اول مره غنت سونج يمكن ببرنامج اربع صديق كان عمره 6 سنين. اوكي ومين شجعك اكثر شيء نيومي؟ بابا ولا ماما؟ يعني اثنيناتهم. اثنيناتهم في حد. طب نيومي انت عم ترنم نحن بنعرف انه هيدي الموهبه من يسوع. هل بتجرب تظهريه بكل ترنيمه عم ترنميها او اوقات بتفكري انه خلص ما انا صوتي حلو بركي بتتكبري على هيدي الموهبه؟ يعني بتقولي لشو انا بدي اعطي كل مجد ليسوع ما انا خلقت هيك صوتي حلو؟ يعني انا بغني بس انه يعني لا انه بفكر انه عم غني انه الرب عطاني هالموهبه. وانت عم ترنمي بتكون عم تقولي له يا رب انا
عم بمجدك بكل كلمه عم بقولها مش هيك؟ Alright, thank you, Naomi. اوكي وهلا معنا اتصال من سالي بنحب انه انت تاخذيه. هاي سالي. هاي نيومي كيفك؟ منيحة وانت كيفك؟ يا قد ايه سالي كانت ناطرة انه تكون عم تحكي مع عائلة اربع صديق. هي دايما كانت تتسلم عليك. انا كثير بحبك نيومي. وانا كمان. بعرفك وانت صغيرة انت وسارة وجريس كنتوا صغار. اوكي انا حابة اسألك سؤال، كيف فينا نغير مثلا عادة سيئة عنا اياها؟ نقول يا ربي غير هاي العادة السيئة اللي فينا. اوكي فإذا منصلي ومنطلب من الله أن هو يغيرنا. اوكي طب اسأليها شو هو الاحتمال الصحيح؟ شو بتقولي إنه احتمال قصتنا لليوم؟ ذكر عشار. رح نشوف إذا جواب صحيح بآخر الحلقة. خليكي عم تتابعينا. بدي أحكي شيء. أكيد عم نسمعك. بتحكي لسالة 7 كيدز كل سنة وهي سالة. اوكي عم بتقول انه هي بتعيط 7 كيدز وكل سنة وهي سالة. ثانكيو كثير يا سالي وانت كمان صديقة كثير بنحبها بس 7 كيدز وصار لك سنين تتصلي فينا فنحن كمان حابين نعايدك اليوم ونقول لس 7 كيدز كل عقبال 100 سنة. باي 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 سالي. هلا قبل ما نكفي حلقتنا خلينا نطلع نحضر، شو رأيك؟ شو في عادة سيئة بالناس بتزعجك؟ أكتر شيء السؤال، الغيرة، ووقتا يضحكوا على الشخص الثاني اللي عمل الشيء الغلط، إنه يتمسخروا والسؤال. مثلاً إذا أنا عم متخانقة مع حدا وتخانقت معه مثلاً، يعني ما بحب إنه يجي هو بقى يزعجني، بقول له خلص ما بقى بدي احكي معك انا فيل من هون، بس بضل يجي يزعجني ويحكي معي ويقول لي هلا بتشوفي ما ادري شو، ما بحب هالحركات انا. انه دائما بس كون انا عامله شغله بكون مريضه هن بحبوا يقلدوني وطب يضربونا وبقول لهم يوقفوا بيعيطوا عليهم ال المترس وبيكملوها بيزعجني كثير. وقت بيعملوا لي حركه عشان اوقع بقولن وقفوا، برجع بقولن انه ريح شكيكم، بروح بكمل بكفوا انه يعني بضلهم يكملوا انه يوقعوني. في اشخاص بضلوا يتمسخروا علي وهيك اشياء لما يكذبوا او لما يتمسخروا. ارقصوا له صفقوا لاسمه
حزورة. جانا معكم يا أصحابنا ورح نكون عم ناخد اتصال. يلا معك يا كيانا. ناطرين الاتصال. أوكي. راح الاتصال يا جوي. راح الاتصال؟ طيب أنا عندي كم سؤال لإلك يا سارة. جويس ليه واقفة؟ مالي؟ تعال تفضلي تعال. أهلا وسهلا جويس. طيب يا سارة، مين أكثر صديقة بتحبيها؟ نايومي. نايومي، وفي عندي صديقة بالكنيسة كمان اسمها جريس. طيب شو رأيك لأن يومي معنا اسألك عن جريس، شو بدك تقولي لها هلا قدام كلهم عم بيحضروك؟ شو بدك تقولي لها شيء خاص لجريس؟ أنا بحبها كثير. وشو كمان؟ تتمنى إنه يكونوا رفقة بعد 20 سنة؟ إيه. ولكل حياتكم؟ طيب شو أكثر شيء بتحبيه بجريس؟ ونايومي؟ إنه بيلعبوا معك ولا لأنه هن مثلاً عطول حدك لما تكون مثلاً قاطع بشي مش كتير حلو؟ إيه، إنه بيلعبوا معي وبيضلون معي. وأنا عندي سؤال لكارل، شو بتحب تقول لكل أصحاب اللي عم يحضرونا بمناسبة عيد 7 كيدز؟ إنه أنا بحبهم كتير و... و... بس ويضل يحضر 7 كيدز؟ طيب شو رأيكم نعمل شيء على السريع؟ ليه مش كل واحد فينا بيقول شيء واحد بيشكر رب كتير عليه كرمال 7؟ مثلا أنا رح بلش، أنا كتير كتير بشكر رب لأنه في ناس عم بديروا هيدا المحطة وناس كتير أمينين وناس كتير بحبوا يسوع، وأنا بصلي إنه هيدا المحطة تكبر وتكبر أكتر وأكتر كرمال هدف واحد بس إنه يسوع يوصل لأكتر عدد ممكن. شو يا جويس؟ شو أكتر شيء بتشكر رب عليه بمناسبة عيد 7/11؟ إنه دايماً بتمنى إنه 7 تضل مستمرة بهول الأيام خاصة، وتكون عن جد عم توصل كلمة يسوع للناس اللي عن جد محتاجة يسوع. آمين. شو يا سارة؟ إنه 7 عم بتوصل يسوع لكذا حدا ما بيعرف يسوع. صح، ببلاد كتير يسوع منه معروف فيها. شو هيك يا أنا؟ أنا كتير بحب البروجرامات كلهم تبع 7 كيدز، وأنا كمان مثل المشاهدين بحضر 7 كيدز وبحضر برامجها، فكتير بحب كل البرامج. أوكي. نايومي؟ أنا بدي أشكر الرب عن جد لأنه 7 عم توصل كلمة الرب لكتير أولاد ما بيعرفوا. صح، في كتير أولاد عم يعرفوا يسوع من خلال هيدا المحطة. كارل؟ أنا هيك بحب أشكر الرب لأنه بعرف إنه 7 كيدز عم بتقرب قلوب الناس ليسوع أكتر. وهلا معنا اتصال قبل ما نكفي. يلا معنا طيب. اتصال من توني، شو رأيك أنت تاخذي؟ هاي توني. هاي توني. كيفك؟ هاي منيح، انت كيفك؟ توني انت عارف مين عم يحكي معك هلا على التليفون؟ عم تحكي معك صديقتنا سارة من أروع صديق. عرفتها؟ شو مش فيديو كل هالمرة؟ كيفك توني؟ أنا عندي سؤال لألك، شو هي العادة السيئة اللي أبداً ما بتحبها؟ كتير بتكرهها يعني إذا في ناس عندهم إياها. مثلاً الكذب وإنه حدا يتمسخر على حدا وهيك الأشياء. تعرفوا الأشياء كثير بيزعلوا، أنا كمان أبداً ما بحب الكذب وإنه حدا يتمسخر عتانا. طيب شو قولك ويا الجواب الصحيح لحضرتنا لليوم؟ تونيك أنا بدي أحكي معنا فيديو كول. رح أسألك يا أنا. أوكي رح أرجع عدلك السؤال. شوفي شو هي العادة اللي أنت ما بتحبها أبداً بالناس؟ غير ال إنه الكذب والتاني شغلة. نسيت كأن السؤال. شو في شيء مثلا يا توني أنت بتتمنى إنه يسوع بركي يشيله من حياتك، أو مثلا عادة سيئة بتشوفها بالأشخاص التانيين بتقول يا رب إنه بليز غيرهم، بركي الحقد، الغيرة، مثلا عدم المحبة، العدائية؟
شو يا توني؟ اوكي، طيب سؤالك هو جاي بالصحية اللي حضرتنا اليوم؟ طلع عشار، بدي أقول شيء. أكيد عم نسمع. ثانك يو، هو عم بعيط 37 كيدز. و كأنه الصوت مش كثير واضح هيك، يعني مالي شيء، نحن بنعرف قلبه لتوني، بنعرف انه كان بحب يكفي المعايده تبعه، بس كرمال الانترنت مش كثير منيحه بهالوقت. معنا اتصال على الهواء، شو رايك يا كارل انت تقول الو؟ اوكي الو. هاي. الو الو مين معنا؟ الو هاي. مين معنا؟ الو الو معنا ماجيتا من لبنان. ماجيتا عم تتصل فينا، تعالوا كلنا نقول لها هاي. هاي صوتهم واطي، صوتنا واطي. طب تعالوا نصرخ نقول لها هاي جاهزين 1 2 3 هاي. انا ما صرخت، قلت بركي خاف. ماجيتا فيك انت تعلي صوتك، وطي صوت التي في، سمعينا من التليفون. هاي هاي. الصوت اللي عم يوصل من عندكم عم يطلع واطي. رح نحلها قريبا لهالمشكله. ما جيت قد ايه عمرك؟ ماجيتا مش عم تسمعنا كثير بوضوح. طيب شو الجواب يا ماجيتا؟ هاي. شو لك هو الجواب الصحيح يا ماجيتا؟ أي احتمال؟ أول، ثاني أو الثالث؟ سانكون. عمرها سانكون، يعني 5 سنين. أهلا وسهلا فيك يا ماجيتا. طيب أي رقم هو المضبوط؟ أي احتمال؟ عمرك 5 سنين. سمعناك يا ماجيتا. شو هو الجواب الصحيح؟ زكا. احتمال زكا. ثانك يو كثير على اتصالك، نحن كثير بنحبك. باي باي. انا بدي اسال بول وكمال سؤالين على السريع، ومن بعدها بدنا نشوف رساله اطفال 37 كيدز عم بعيدوا فيها. 37 كيدز، بول وكمال، شيء واحد بتحبوا تشكروا الرب عليه كرمال 37 كيدز؟ اوكي انا رح بلش. انا بشكر الرب كثير على هالسنين كلها، وقديش شفت هو عم يتقابل مع ناس من خلال 37 كيدز. كل الاتصالات اللي بتجينا وكل اصدقائنا اللي بيتصلوا فينا وبيقولوا انه تعرفوا على يسوع اكثر من ورا هيدي المحطه، انا بشكر الرب كثير على هيدا الشيء. انا جوي بحب اشكر الرب على 37 كيدز، لانه هي شيء كثير شخصي. يعني انا وصغير كنت اقعد، كنا نكون بالجبل بحمدون وفي تي في صغير هيك، ونقعد نحضر عليه 37 كيدز كل نهار، او اوقات نهار كامل عم نحضر 37 كيدز، عم نحضر 37 كيدز، فقاطعين يعني كلهم علي، من سنبول لاخر شيء يعني. لا قصه حزوره. لا قصه. هلا بعدين وقت كبرت صرت انه بطلت احضر كثير تي في، بس انه انا وصغير كل انا وصغير دائما كنت احضر 37 كيدز، وتعلمت كثير قصص منها حلوه، مثل ايام كيف برافو سنبول، انه شوف انه هون ما لازم اعمل هيك، هون لازم اعمل هيك، هون لازم اعمل هيك، فتعلمت قصص كثير حلوه، وتعلمنا ترانيم وقصص كثير حلوه. مش هيك اكيد هالشيء اثر، يعني هيدا شقفه من شخصيتي صار، لانه كثير حضرت قصص انه 37 كيدز صارت شقفه من شخصيتي بقصص اللي تعلمتها. قصدك الاشياء اللي تعلمتها من 37 كيدز. صح يا بول، ثانك يو كثير بول. ناخذ اتصال معك يا كيانا. شو رايك جويس انت تاخذ الاتصال؟ يلا. هاي مين معنا؟ مين معنا؟ سميرة. اوكي. هاي هاي سميرة، كيفك؟ أنا سميرة من المغرب. من المغرب. سميرة من المغرب، حابين نرحب بزقفة كثير كبيرة بسميرة، لأنه بفتكر أول مرة ببرنامجنا بتصل حدا فينا من المغرب. أهلا وسهلا فيك يا سميرة. قد إيه عمرك؟ أهلا وسهلا فيك. قد إيه عمرك؟
الو شو قلتي؟ قد ايه عمري؟ عندك كم سنة يا سميرة؟ عندك كم سنة؟ نطلب منك انك تكون 13. اوكي 13. اوكي عندي سؤال لإلك، شو هي يمكن في شيء بشخصيتك ما انه حلو وانت طلبت من الرب انه يغيره، وهل غيره وشو كان، شو كانت هيدا ال او بركة مثلا حدا من رفقاتها مثلا عادة سايقة ما بتحبها سميرة؟ مثلا جوي كان قبل شوي عم يتكبر شوي. انت كمان. انا كمان كلنا. اذا كنت عم تحضرينا من الاول يا سميرة كان في هيك سكتش مهضوم وسريع عم نعمله مع بعض. بهذا السكتش كنا فعلا شفنا انه تتتنا انا وجويس وكيانا كان عنا تكبر كتير بشخصيتنا، وبعدين اعتذرنا من بعد على هذا التصرف مش حلو اللي عملناه. فانت في شيء تصرف انت ما بتحبيه بالاشخاص، او في شيء فيك انت ما بتحبه وبتحب انه هذا الشيء يتغير؟ شو ترشقت؟ ما بحب التصرف. هي فهمت عليك. اوكي طب قد ايه صار لك بتحضرينا سميرة وبتحضري أروع صديق؟ شو قلتي؟ قد ايه صار لك بتحضرينا أو بتحضري أروع صديق؟ بدي جديدة لكن أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك يا سميرة، كثير فرحانين فيك وبنتمنى إنه تكون كل تلاتة عم تتابعينا بقصة حزورة. ثانك يو انك اتصلت فينا، وهلا بدنا نسالك شو هو الجواب الصحيح لحزورتنا. الجواب الصحيح هو الجواب الثاني. اوكي رح نشوف اذا هو مزبوط باخر الحلقه. باي باي باي. بتعرفي جويس مثل ما كنت عم بتقولي نحن فينا نغير العادات السيئه اللي فينا، لانه في ايه بالكتاب المقدس بتقول الاشياء العتيقة قد مضت وهكذا صار الكل جديداً. يعني الأشياء القديمة راحت، وهلا يعني إذا في شيء فينا ما بنحبه عادات سيئة يعني فينا نغيره بشو أكيد بالصلاة لازم نصلي. تعرف جوي أنا كمان عندي شيء أقوله، أوقات عنا أشياء بشخصيتنا يمكن تزعجنا أو كمان ما بترضي الله، يمكن أنا كتير بتكبر وأكيد هيدا الشيء ما بيرضي الله، لأنه يا الله كمان قايل بالكتاب المقدس انه نكون متواضعين، فكمان يمكن تأذي الاشخاص اللي حولنا او نحن ما عم نحس انه انا عم بزعج كيانا بس هي عن جد مزعوجه، فكيف فينا انه هيدول الاشياء يروحوا من عنا من شخصيتنا؟ دائما لازم نصلي، ومثل ما الايه بتقول انه الاشياء العتيقه قد مضت وهو ذا الكل قد صار جديدا، يعني كل شيء قبل كان عنا اياه يسوع رح يشتغل عليه ويغيرنا. وكمان في مثل صغير انه مثلا انا باكل كثير فبالاخر شو هي النتيجه؟ باكل شوكولا فانا بدهم يسوسوا اسناني او بدي انصح، فورا كل شيء غلط بنعمله في نتيجه، فدائما هالشيء لازم يساعدنا تنكون دائما عم ننتبه شو نعمل. بتعرفي بس نعرف انه في نتيجه للاشياء اللي بنعملها، هذا بخلينا نتجنب اكثر نعملها. وكمان اوكي دائما نطلب من اهلنا او حدا مسؤول عنا واخواتنا انه دائما يذكرونا اذا عم نعمل شيء غلط، يذكرونا بالقرار اللي اخذناه. انا بس بدي اطشكم على حديثكم اللي كثير حلو، فعلا معكم حق اثنيناتكم باللي قلتوه، بس حابين نكون عم ناخذ اتصالات كثير، وفي رساله من اطفال سات 7 كيدز لكل الاطفال اللي بيحضرونا حابين نشوفها مع بعض، وبنرجع بنكفي مع اتصالاتنا مع كارل ونيومي وساره. يلا بنشوف هالرساله مع بعض. هاي 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 هاي. بدي اسالك شيء. واحنا عندنا اسئله ليك النهارده. حاسس حالك وحيد؟ سالم. بتحس انك مش محبوب؟ خايفين. بدي اقول لك شيء، من دلوقتي مش لازم تحس بكده. الانجيل بيقول ان الرب هو الحب. يسوع بيحبك. يسوع بيحبك. يسوع بيحبنا. يسوع بيحبك انت بيحبني انا. يسوع بيحبك كتير. انت غالي عقلبه كتير لدرجة لو انت كنت الانسان الوحيد على الارض وعملت حاجة غلط كمان رح يجي وخلصك. انت غالي. انت ما
مفيش زيك، انت مميز، انت محبوب. ده شعور الرب تجاهك، حياتي الحقيقة، ما تخليش حد يقولك كده. لما مات يسوع على الصليب خلصت من كل الخطايا. كلون ما تنسى، يسوع بيحبك، يسوع بيحبك، يسوع بيحبك انت وانت وانا وانت وكلنا، بيحبنا كلنا، بيحبك يسوع كتير. اوكي، وهلا معنا اتصال. يلا يا كيانا معك. هاي، مين معنا؟ انا هاي يا حلوين. هاي، عم بتسلم عليكم كلكم. هاي هاي، كيفك يا حلوه انت؟ ايه، عاوزه تقولي ايه لساره ونيومي وكارل؟ بحبكم. شو بدكم تقولوا لها؟ نحن بنحبك. طب في شي مرة انه صارت معك انه رفيقك او رفيقتك مثلا عندها عادة كتير سيئة، مثلا كتير بتكذب او يمكن بتضرب حدا حدها، فكيف بتقولي لها انه تغير هيدا الشيء؟ اوكي. طيب شو قولك هو الجاي بالصحية اللي حضرتنا لليوم؟ اي احتمال؟ اوكي، نحن كتير انبسطنا حكينا معك ونحن كلنا منحبك. باي باي. هلا في عنا ريبورت، تعرف حابين نشوفه مع بعض. شو رايكم نعد كلنا مع بعض؟ 3 2 1 ريدي؟ 3 2 1. بتعرف قصة وحزورة. بحلقتنا لليوم يا أصحابي رح نحكي عن العادات السيئة. هالعادات بتعني لما منعمل شي سيء ومنضل نكرره على طول. مثلاً إذا عنا عادة أكل الأظافر
أو إذا عطول منستعمل التليفون ومنلعب عليه كل يوم، أو ناكل كل يوم شوكولا أو نماطل بوجباتنا المنزلية. ولكن يا أصحابي، إذا عنا عادة سيئة ما لازم نستسلم، بالعكس لازم نعالجها. ومن أهم الطرق لمعالجتها هي إنه نستبدل هالعادة السيئة بعادة منيحة ومفيدة. مثلاً إذا حسينا بالملل، بدل ما نلعب على التليفون منقدر نقرأ كتاب أو قصة بتهمنا. ومن طرق المعالجة أيضاً إنه نتجنب ونبتعد عن المحفزات أو الأشياء يلي بتشجعنا لنستمر بهالعادة السيئة. مثلاً إذا أنا عطول باكل شوكولا، بصير اتجنب واتهرب من اني اشوف الشوكولا او حتى اشتري تما اقدر اكل بكثرة. والاهم يا اصحابي انه تصلوا ليسوع حتى يساعدكم تتخلصوا من هالعادات ويعطيكم القوة والقدرة حتى تواجهون. قصة وحزورة. معنا اتصال، يلا معك يا كارل. الو، هاي، مين معي؟ الو الو الو، هاي مريم. هاي مريم، مصر. قد ايه عمرك؟ 15 سنة. اوكي مريم، حابين نسالك شو هو الجواب الصحيح لحلقتنا لليوم؟ في ثلاث احتمالات، اي احتمال اقولك هو الاحتمال الصحيح؟ احتمال ذكر عشار. اوكي، طيب وشو شو بتحبي تقولي لنيومي وساره وكايلا، هن ضيوف الحلقه معنا اليوم؟ راح اتصال، ما تزعلوا، معلش هي قصدها بتحبكم كثير. طيب لانه الوقت عم بيخلص وخلينا هلا اجى وقت نشوف القصه تبع حلقتنا اليوم بفقرة كان يا ما كان. قصة وحزورة. قصتنا اليوم عن رجل اسمه زكا، ما كانوا الناس بيحبوه ابدا، كان طميع وبحب المصاري، فلما كان يجمع الضريبة من الناس للدولة كان ياخد زيادة لإله، يعني كان يسرق. مرة كان يسوع جاي على المدينة يلي كان زكا عايش فيها. زكا مثل كل الناس يلي كانوا حابين يشوفوا ويعرفوا مين يسوع يلي بيقولوا عنه انه بيعمل كتير عجايب، ركض حتى يشوفه. بس زكا كان عنده مشكلة صغيرة، كان كتير قصير، كيف بده يشوف يسوع وكل العالم مجمعين حوله بالألوف؟ زكا قرر يتسلق شجرة هيك بيقدر يشوفه بوضوح. لما يسوع وصل حتى الشجرة وقف وطلع لفوق وقال: زكا نزل بسرعة، هلأ اليوم بدي أتغدى عندك. زكا فكر حاله أنه ما عم بيسمع منيح، معقول يسوع يلي أبداً ما بيعمل ولا خطية بده يقعد معه هو الخاطئ والطميع والسراء؟ زكا بسرعة نزل فرحان كتير. أقولكن يسوع ما كان عارف أنه زكا خاطئ؟ أكيد كان عارف، ولكن كان بحبه لو خاطئ بده يغيره، ما هو أصلاً إجا على هيدا الأرض حتى يخلص الخاطئين. وبعد ما زكا قضى وقت مع يسوع وقف وقال: أنا يا يسوع بدي أعطي نص أموالي للفقراء، وإذا سرقت من أي شخص مصاري بدي رجعلن ياهن 4 أضعاف. واو، تخيلوا شو هالتغير الكبير يلي صار مع زكا. وهون يسوع قال: اليوم صار في خلاص بهيدا البيت، يعني زكا تغير قلبه وتصرفاته وصار يحب ويطيع يسوع. بهيدي القصة يا أصحابي منشوف إنه يسوع كتير بحبنا ودايما بيعطينا فرصة تانية، حتى لو كان عندنا كتير عادات سيئة وإشياء مش منيحة وما في ناس ما بتحبه، هو بحبنا وبده ايانا نتغير، هو بيساعدنا حتى نتغير. نحنا كمان مثل يسوع بدنا نعطي فرصة لأصحابنا، لو تصرفاتهم مش حلوة بدنا نفرجيهم محبة يسوع. قصة وحزورة. وهلأ خلينا نشوف شو هي الإجابة الصحيحة تبع حلقتنا لليوم.
قصة تذكر عشار هي الإجابة الصحيحة تبع حلقتنا لليوم. تقريباً كل أصحابنا كانوا عم بجاوبوا هيدا الجواب. تعلمنا كتير إشياء من هيدا القصة، بس في عنا رابح واحد. يلا خلينا نشوف مين هو الرابح معنا. مين الرابح؟ سميرة من المغرب. مبروك سميرة. مبروك يا سميرة. وهلأ عنا مفاجأة كتير حلوة، بس خلينا نروح بسرعة على الطاولة تنكون عم نعيد سات 7 كيدز بعيدة ال 11. Are you ready؟ ready؟ منعيد كاونت داون من الثانية ل 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to sat 7 kids. Happy birthday. أنا بتمنى يا أصحابي إنه بهيدا العيد نشكر رب كتير على محطة سات 7 كيدز، نشكر يسوع كتير لأنه بقدمنا هيدا الفرصة إنه نكون عم نشارككم بمحبته برسالته. وهلأ خلينا مع بعض نكون عم نقص الجاتو. يلا يا جويس. يلا يا كيانو. كلنا 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 تحت يا سارة. كارل كارل 1 2 3 Give me five. Thank Happy you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sat 7. Happy birthday to you. سنة حلوة مع يسوع. سنة حلوة مع يسوع. سنة حلوة. سنة حلوة. مع يسوع. طيب وانا حابب نكون عم نصلي بمناسبه عيد سات 7 كيدز. حابب نكون عم نشكر رب كثير على المحطه. خلينا هيك نغمض عيوننا مع بعض. يا رب انا كثير بشكرك على سات 7 كيدز، بشكرك يا رب لانه انت امين وصالح، ويا رب خليت هذه المحطه تستمر يا رب رغم كل الظروف يا رب، وانت كنت عم تكون انت يا رب الراعي تبع هذه المحطه. نحن بنشكرك كرمال امانتك وكرمال صلاحك. نحن يا رب بنتمنى انه كل شيء نكون عم نعمله نكون عم نعمله لمجدك يا رب، لمجد اسمك، واسمك يكون عم يستعلن اكثر واكثر يا رب بالبلاد تبعنا. كرمال سلامك يا رب يكون عم يملك، ويا رب انت تكون بمحبتك عم تظهر للناس، ناس تعرف يا رب الخلاص، ناس تعرف الحياه الابديه، الحياه يا رب الحلوه اللي نحن رح نقضيها معك باسم يسوع. امين امين. كانت حلقه كثير حلوه معكم كلكم، استمتعنا كثير. وهلا خلينا نختم بترنيمه مع جويس. ترنيمه اسمها سأهلل وأرقص. سأهلل وأرقص. سأهلل وأرقص لإلهي. سأهلل وأرقص لإلهي.